بدي منكم كلمة مهمة لواحد عمره فوق 45 سنة ولحتى الآن رافض فكرة الزواج، بدي بالتعليقات تكتبوا له وتنصحوا إيش يعمل، بس بالراحة عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم إيهاب الصرفندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. اليوم الفيديو تحدي. ليش تحدي؟ لأنه في عنا ميزة، وهذه الميزة موجودة في الأجهزة، ويعني في ناس بيعرفوا أن هذه بس موجودة في الآيفونات، لكن موجودة هي في الآيفونات وموجودة في السامسونجات وموجودة في الشاومي، ولكن بنسب متفاوتة. يعني في أجهزة فيها وفي أجهزة مش فيها، بس الآن هتتعرف على الميزة وهتتفاجئ أن الميزة هذه موجودة في أجهزتنا اللي نقتنيها. خلينا نجي نشوف الميزة على أرض الواقع. لا تنسى الدعم يا غالي باللايك والإعجاب، طبعا اللايك بالإنجليزي والإعجاب بالعربي، انت شو بدك اعمل ما في مشكلة. هاي معنا جهاز الشاومي، ونيجي اول اشي على الاعدادات، وبعد الاعدادات في حاجة اسمها الصوت والاهتزاز، بعد الصوت والاهتزاز في حاجة اسمها مساعد الصوت. هذه مساعد الصوت اجت مع تحديثات MIUI 12.5 المحسن. نيجي على مساعد الصوت، في عنا ضبط صوت الوسائط، هذا اللي هو بيعمل لك صوت الوسائط كل تطبيق لحاله، ومصادر متعددة، والسماح بمكبر الصوت. هدول الثلاث ايقونات او الثلاث خاصيات موجودة. في عنا حاجة مهمة جدا، شايفين كلمة ميكروفون لاسلكي، انقل ادخال الصوت من ميكروفون الهاتف الى جهاز بلوتوث خارجي، يعني سماعة خارجية بلوتوث. تمام، لو عملنا زي هيك بقول لك شغل بلوتوث عشان بدنا نعمل عملية اللي هو تشغيل السماعة. هاي معي سماعة ايربودز، نعمل سماح ونيجي نفتح السماعة عشان نعرفها، وهي نفتح البلوتوث، وهيتعرف الان على الوايرلس الايربودز. هيو عمل لك نشط. تمام، اطلع الميزة ايش فتحت معنا. فتحت معنا حاجة جديدة، مكتوب هنا جهاز لاسلكي ومشهد، والمشهد هنا لو جينا على المشهد في انك الاصلي وغرفة الصوت، يعني ممكن يكون الصوت عبارة عن صالة، ممكن يكون في صدى، يعني احسن اشي الواحد يحطه الاصلي. وهنا مستوى الصوت، هذا مستوى الصوت ممكن تكبره وتزغره، خليه عالي على الاخر، هو بكون متوسط زي هيك، ولكن ممكن تكبره او تخليه للاخر الصوت بيكون اعلى. شو هذه الميزه بتعمل؟ بس نعمل نشيل الان، عملنا اللي هو احنا هيك فصلناها. الان احنا عملنا شبك او ربطنا السماعه مع الجهاز عن طريق البلوتوث. وهينا بدنا نحط السماعات. الان لما اعمل انا ابدا، هاي ابدا. كتب لك ايش هيصير هنا؟ الان السماعات هدول الصوت تبعهم لو انا الان مسكت هذا الجهاز وحطيته في اي مكان، وانا هاي الان لو بدي اغلق الشاشه، كمان لو اغلقت الشاشه بتنغلق الشاشه وبضله شغال، بضل ايش شغال باي شايف انت الصوت، ترددات الصوت. الان لو مسكت الجهاز حطيته بمكان تاني هتلاقي انه انا بسمع اي واحد بيحكي، يعني ممكن احطه هذا في مكان، المهم يكون ماسك عن طريق البلوتوث، بقدر اسمع، يعني تصنط، تقدر تتصنط على اي واحد، تمسك الجهاز كمان تعمل له اقفال للشاشه بيضل يسجل. هذه الميزه موجوده وين؟ في الايفونات. فبفكروا الناس انه هذه الميزه فقط في الايفون، يعني تعين الايفون بقول لك طلع الميزه تبعتنا ما احلاها ولا اذكاها، الايفون تبعنا بيسجل. طب الايفون تبعك اللي بيسجل؟ هي الشاومي بيسجل، ولكن في السامسونج كمان موجوده، في السامسونج ولكن هنا في الشاومي، مش في كل الاجهزه موجوده. انا لاحظت انه هذا الجهاز اللي انا بتكلم منه الان شاومي 11 تي برو موجوده هذه الميزه، يعني بقدر احط الجهاز الان في اي مكان. كيف هيك الصوت واضح؟ فالصحيح ميزه حلوه كتير بقدر واحد يستخدمها ويسمع الصوت عن بعد، يحط جواله ويسكره الشاشه مقفله ويسمع اللي بده اياه. هذه موجوده في الاجهزه، والصحيح انا عن تحدي قلت ليش؟ علشان في ناس مش عارفين اصلا انها موجود، يعني الميزه موجوده في ال 11 تي برو، ولكن في الشاومي 12 ما لقيتها، استغربت انا رغم انه اعلى منه ما لقيتها. هذه الميزه استخدموها في الخير، دير بالكم. هاي مثلا الشاومي 11 تي مش عارف، مش موجوده فيه في ال 11 تي. كل واحد يفقد جهازه ويشوف هذه الميزه موجوده عنده ولا لا. وهذا كان فيديو اليوم، حبيت اورجيك ميزه موجوده في الشاومي، وتعين الايفون بتباهوا فيها، ولكن هي كمان موجودة في الاندرويد، وكمان يمكن في اندرويد تاني يكون موجودة في شركات تانية. كونوا معنا دائما، لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد، وخلينا نروح نشوف الموضوع، نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.